حضرتك ذكرتي فكرة انه هياخد هو كارت تقييم او بطاقة بطاقة تقييم. تقييم بعد كل ترم. طيب بالظبط. ايه اللي يقول ان التلميذ ده يعني يعدي السنة الجاية، ولا مفيش بقى لا فكرة لا لا كله الملحق لا لا اللي لا لا ينجح كله بيعدي، كله بيعدي؟ كله بيعدي. اولى وثانيه وثالثه ما فيهاش لا امتحانات نهائيه ولا رسوب، فيها بطاقات هتروح لجهتين، هتروح لولي الامر كل فصل دراسي عشان يعرف مستوى ابنه، وهتروح تتحط في ملف الطفل للسنه الجايه عشان المدرس اللي هيستلم من الفصل للسنه الجايه يطلع عليها ويعرف يصنف ولاده حسب اللي موجود في هذه البطاقات عشان يراعيهم ويعالجهم. وهو بيقسم المجموعات، يحط مثلا واحد ضعيف في مهارات اللغة العربية مع حد قوي في المجموعة عشان يتعلم منه ويراعي الفروق الفردية بين الولاد. بداية النجاح والرسوب من رابعة ابتدائي إن شاء الله. على أي أساس بقى هتبقى؟ هتقولي إن واخد أحمر وواخد أزرق، لا اللي واخد من أحمر رابعة مش ابتدائي في امتحانات وفي في درجات، امتحانات بقى. أكيد في امتحانات لا وفي خلاص، درجات. ما خليناش ما نستبقش الامور، احنا هنتكلم على المجموعه اللي داخله بالظبط. يوم السبت والحد الجايين. طيب المعلم بقى كيف يتم تقييمه؟ بصي هقول لك حاجه، خلينا نستبدل كلمه كيف يتم تقييمه بكيف يتم دعمه. كلنا عارفين ان في استمارات تقييم لاداء المعلم في المدارس، وان كلهم بياخدوا ممتاز، وممتاز دي بتبقى 98 و99، وده مش حقيقي، وده مش حقيقي. احنا بنفكر نعيد صياغه هذه البطاقات عشان تتفق مع النظام الجديد، بس احنا معتمدين اكتر على شغف المعلم بالتجربه، وده اللي في التدريب كنا بنحاول ندق عليه، ان دي تجربه جديده ودي تجربه هتنقل مصر نقله نوعيه في مصاف الدول في التعليم، واولادنا ينتقلوا نقله كبيره اذا تخرجوا سنه 2030 مرورا بهذه المناهج. ان الامل عليه كبير جدا على هذا المعلم. بالظبط. فاحنا فعلا بنخاطبه، وانا باستمرار على فكره دايما بقول له اي منهج مهما كان رائع سيقع في النهايه بين يديك، ومش هينجح الا اذا كنت انت مؤمن بيه وقادر على تحقيقه. شغفك وحبك للمنهج وحلمك والاسلوب الجديد يتحقق، هو ده اللي احنا بنعول عليه. هو ده كلام جميل دكتوره نوال، بس برضو انا محتاجه اعرف، انا اللي هو انتوا حضراتكم المسؤولين، اذا الى اي مدى المدرس ده قادر انه يوصل الفكر الجديد ده ويخلي الاولاد يستفيدوا منه، فبالتالي لا غنى عن التقييم، ولا انتوا يعني لصعوبه التجربه لا لا بالتاكيد في تقييم مأجلينها شويه؟ لا 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 بالتاكيد في تقييم، واستماره اللي بيقيم بها المعلم بيعاد صياغتها في ضوء المنهج الجديد، والموجهين بيدربوا على المنهج الجديد عشان يقدروا يعملوا ده. طيب عايزه حضرتك منين استوحيتوا هذا النموذج الجديد في منين التعليم؟ استوحينا؟ اقول لحضرتك، هو اساسا الوحي الاساسي كان المشاكل اللي عندنا وسوء حاله تردي حاله التعليم المصري. الوحي الثاني كان اللي قلت لحضرتك عليه، مجموعه المواصفات اللي احنا نفسنا ابننا يتخرج عليها 2030. بعد كده كانت الدراسات. الحقيقه احنا قبل ما نشتغل في هذا المنهج عملنا دراسه موسعه جدا، عملها مركز تطوير المناهج بالشراكه مع شعبه بحوث تطوير المناهج والمركز القومي للبحوث، وانا برأس الاثنين. عملنا الدراسه دي، اخترنا 12 دوله من الدول اللي بتحتل مصاف متقدمه جدا في التعليم، واللي المخرج التعليمي بتاعها جيد وقادر على المنافسه. وابتدينا نحلل هذه الدراسات لنصل الى ما يسمى بالاستدلالات. الاستدلالات دي خدناها من الدول دي، فصبت مباشره في اول حاجه اتعملت في هذا المنهج الجديد، وهو الاطار العام للمناهج. الاطار العام للمناهج ده بيمثل الحلم، ماذا سنقوم به من اليوم لحد 2030 عشان نخرج الولاد دول. الاطار العام للمناهج مش واخدين منه اجراءات من الدول، لكن استدلالات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا شفنا ازاي بيتغلبوا على بعض المشاكل وعملناها بما يتفق معانا ومع حلمنا. ازاي بيقوموا ببعض الاجراءات واستوحينا منها بما يتفق. المنهج اللي اتعمل قايم على دراسات، ولكنه مصري للدخاع، يتفق مع احلامنا، يتفق مع بيئتنا، يتفق مع معلمنا، يتفق مع كل ظروفنا، وفي النهايه زي ما قلت لحضرتك بيتفق مع حلمنا ل 2030.